بمناسبة اختتام دور عيد الأضحى المبارك لكرة القدم وبشراكة مع المجلس الجماعي لسيد عبد الله البشواري، تنظم جمعية أبراز للتنشيط الرياضي والثقافي ليلة رياضة وفنون تحت شعار الرياضة والفن في خدمة التنمية المحلية، وذلك بمشاركة مجموعة أبلة الموسيقية من أبناء جامعة سيد عبد الله البشواري الرئيس حماد برجا. بسم الله تزوري والغيق الفن. الفنان الكوميدي مصطفى الصغير. فرقة أجماك تودريم. كما سيعرف هذا الحفل كذلك تكريم الفرق الرياضية ومجموعة من الفعاليات، بالإضافة إلى مفاجآت أخرى. هذا الحفل سينظم بمركز جماعة سيد عبد الله البشواري يوم السبت 16 يوليو 2022 على الساعة 9 ليلا. كونوا في الموعد.